تحقيق عن صعوبات تواجه الطلاب في بداية امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية بالتزامن مع امتحانات الصفوف الانتقالية. نظام أردوغان يقمع الأتراك الناجين من تفجيراته الإرهابية في الريحانية الذين طالبوه بالتنحي مع حكومته. روسيا تجدد معارضتها لأي تدخل خارجي واستخدام القوة لحل المشاكل التي تواجهها سوريا. القوات العراقية تتصدى لعصابة إرهابية حاولت التسلل من سوريا وتعتقل 37 إرهابيا. قائد عسكري يمني يؤكد تعرض القوات الجوية لعملية تخريب ممنهجة، وإرهابيو القاعدة يغتالون ضابطا أمنيا في المكلا.